اتجهت أنظار العالم إلى معبد الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبده الكبير. واستمر التعامد لمدة 20 دقيقة. نتابع مع حضراتكم. العالم يمم أنظاره إلى مدينة أبو سمبل لمدة 20 دقيقة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. ولمسافة 60 مترا سافرت أشعة الشمس مخترقة صالة الأعمدة لتتهادى على وجه الملك في حجرة قدس الأقداس. هذا وقد تجمع نحو 3000 سائح من جنسيات مختلفة للتمتع بهذه الظاهرة الفريدة من نوعها والمستمرة منذ 33 قرنا من الزمن. ولأشعة الشمس مع وجه الملك رمسيس الثاني موعدان خلال العام، أحدهما في 22 من أكتوبر احتفالا ببدء موسم الحصاد، والآخر في 22 من فبراير احتفالا بموسم الفيضان والزراعة. وهي تمثل ظاهرة بتجذب أنظار واهتمام السائحين من كل أنحاء العالم، وبيحرص الزوار على زيارة المعبد، معبد أبو سمبل، طوال العام، وخاصة لمشاهدة هذه الظاهرة. وطبعا بتكون الأعداد يعني بتبقى هائلة وبتضم العديد من الجنسيات. إلا أن هناك رواية أخرى تقول إن هذين التاريخين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش. نختتم فعاليات المهرجان احتفالاً بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس بمشاركة الفرق مع السادة السائحين اللي بزوار مصر في بهدف تحقيق حركة التنشيط السياحي. إن شاء الله سعداء جدا بزيارة معبد الملك رمسيس الثاني، وانبهروا جدا بدخولهم والتنظيم اللي في المكان اللي شافوه، وانبهروا جدا بظاهرة التعامد دي، انهم اول مرة من فترة كبيرة انهم يشوفوا حاجة زي كده. وبالتزامن مع حدوث الظاهرة يتم تنظيم فعاليات لفرق الفنون الشعبية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، وبمشاركة 15 فرقة فنون شعبية من بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، فضلا عن 10 فرق مصرية. ولا يختلف اثنان على أن ظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني هي غيض من فيض من التقدم الفلكي الكبير الذي وصل إليه المصريون القدماء ليبهروا العالم على مر العصور.